بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبا الشهداء الكرام، في اليوم الأول كانت إرادة السلطة أن تسكت هذه الأصوات التي انطلقت، وفشلت تلك الإرادة وانتصرت إرادة الشعب، ولا زال هذا الانتصار قائما من 14 فبراير حتى هذه اللحظة. أرادوا أن يكسروا عزيمتنا، إرادتنا، أرادوا أن بطريقة وبأخرى أن يذلوا هذا الشعب، ولكن إرادة العزة في هذا الشعب هي التي انتصرت. في بداية السبعينات كتب إيمير نخلة كتابه الشهير عن البحرين بين القبيلة والدولة، ليصور عملية الصراع بين الأفكار القديمة التي عاشتها البحرين والأفكار الحديثة التي تولدت مع فكرة الاستقلال والتحول إلى الدولة. في تلك اللحظة مال الكاتب إلى أنه لا زالت القبيلة هي التي يثقل حسابها أو ميزانها في حساب تحول إلى الدولة. في سنة 2013 لحد الآن لم تبنى الدولة، ولا زالت القبيلة هي الموجودة. هذه الثورة إلى إكمال بناء الدولة في البحرين، يمكن العبارة شوي تحتاج إلى إعادة، إلى بناء الدولة في البحرين التي لم تبنى أبدا. فأي دولة هذه التي يبقى فيها رئيس الوزراء منتمي إلى القبيلة؟ فهمنا أن في الملكية الدستورية يبقى ملك منتمي إلى أسرة معينة أو قبيلة معينة، ولكن أن يبقى رئيس وزراء من قبيلة واحدة ومؤشر القبيلة وليس الدولة، أن يكون وزير العدل من قبيلة واحدة ووزير الداخلية من قبيلة واحدة ووزير الدفاع من قبيلة واحدة ورئيس البنك من قبيلة واحدة ورئيس شباب الرياضة من قبيلة واحدة، وكل ما يدور في فلك القرار السياسي والثروة في قبيلة واحدة، إذن نحن لازلنا في عهدة القبيلة ولسنا في عهدة الدولة. هذه الثورة جاءت لتنتقل بنا من القبيلة إلى دولة ديمقراطية تحتضن جميع أبنائها، من أجل أن تخرج البحرين من أسرها، بمعنى الأسر المتخلف، أسر الإرادة الحرة، أسر المواطنة التي لم تبنى. الدولة تعني المواطنة، الدولة تعني القرار المؤسسي الذي ينبع من إرادة الشعب، وليس القرار الفردي الذي يسيطر على حياتنا حتى هذه اللحظة. ألف يوم، وإن استلزم كما سبقني من تحدث وقد استفدت منهم، ألف أخرى وألف أخرى سننجز هذا التحول، وسننتزع حقوقنا التي يفرضها لنا كوننا أبناء هذا الوطن، ليست بمنة من أحد، فلا أحد له الحق أن يعطينا مواطنيتنا أو ينتزع مننا هذه المواطنية. نحن المواطنون، نحن أساس السلطة، نحن من سنفعل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.